الصورة حتى تكتمل الصورة. فيلم روائي قصير موجود معانا النهاردة في سينما أخرى وحلقة جديدة. الحقيقة الفيلم ده بإمضاء مخرجة امرأة وهي مي المرعشلي، مش بس المخرجة لكنها صاحبة القصة وكاتبة سيناريو كمان. خليكم معانا، فيلم جميل يستحق المشاهدة، وحلقة جديدة وسينما أخرى. الحقيقة المخرجات بيتألقوا، والنهاردة معانا فنانة شاملة من كل الجوانب، لكنها اختارت انها تكون مخرجة حتى تكتمل الصورة. في دقائق بسيطة، اقل من 15 دقيقة، بنشوف في المكتمل العناصر وبنشوف قصة الحقيقة انسانية بتمس المشاعر حتى تكتمل الصورة. هو فيلم روائي قصير باخراج المخرجة مي المرعشلي اللي برحب بوجودها معانا النهاردة. سعداء بوجودك معانا يا مي. انا الاسعد، اهلا بيك يا رب. القصة، قصة حتى تكتمل الصورة بدأت ازاي معاكي عشان نشوفها مشروع مكتمل دلوقتي وبنتابعه معاكي؟ الحقيقة ان الفكرة لوحدها او الوصول لفكرة الفيلم هو كان مشروع التخرج، ويمكن قعدت حوالي 8 او 9 شهور علشان تتبلور الفكرة اللي هي العظم بتاع اي فيلم. انا دايما بقول ان نص معركة اي فيلم هو إيجاد الفكرة وكتابة السيناريو. وانس انه خلاص استقرينا على الدرافت اللي احنا راضيين عنها، خلاص الباقي بيبقى عملية تنفيذ وإبداع لأي مخرج أسهل. فالحقيقة ان انا كان في دماغي اكتر من فكرة، لكن الفكرة بدأت بان انا عايزة اعمل فيلم يكون في لوكيشن داخلي، وده لظروف انتاجية خاصة بينا كصناع افلام مستقلين، لكن في نفس الوقت انا كان التحدي ان انا اعمله في لوكيشن داخلي لكن يكون مثير ومشوق والمشاهد ما يملش. الحاجة التانية ان انا ركزت ان الفيلم هيكون قائم على بطلتين رئيسيتين، فبرضو دي حاجة ممكن تبقى فقيرة لو القصة مش غنية كفاية وهتعتمدي على تمثيل اتنين من الممثلات فقط في فترة الفيلم. بالزبط. فالفكرة بدأت انتاجين، انا محتاجة لوكيشن واحد، محتاجة اتنين ممثلين، وكنت بدور على نوع علاقة تربط الاتنين دول غير نمطية. يعني عايزة ابعد عن الافكار بتاعت العلاقات الرومانسية، العلاقات مثلا الاب والام، العلاقات المتعارف عليها. عايزة اعمل فيلم بيتكلم عن العلاقات الانسانية البحتة، وازاي ان ممكن يتكون رابط بين اتنين غرباء تماما يقدروا يحلوا ازمات بعض الحياتية، زي ما هنتكلم وتشوف الفيلم. في واحدة منهم كانت عندها أزمة جسدية والتانية عندها أزمة نفسية، والاتنين قدروا يكملوا بعض.
فمن هنا جت فكره بس ده من نسيج خيالك ولا كان في قصه مشابهه في حياتك في الاصدقاء؟ لا خالص، لان حسينا انه واقعي يعني وارد انه يحصل. رغم ان في بعض الافكار يعني اللي هي بنقول جايه من عالم الخيال المؤلف، بس دي كانت كلها من الخيال، يعني القصه ملهاش علاقه باي حاجه حواليك. خياليه حصل. تماما. ويمكن انا سعيده ان جالي فعلا اكتر من تعليق، طب دي قصتك، طب دي لها علاقه، علشان انا برضو كنت جايه من اسكندريه، او انا كنت في فتره مهتمه بالرسم، لكن الحقيقه انه لا، القصه كانت خياليه تماما. فيعني اعتقد ان ده شيء كويس، معناه ان القصه وصلت او لمست حاجه عند المتفرج. يعني طب قصتك انت بقى يا مي، يعني دخولك لمجال الاخراج، وانا عارفه ان ده مش دراستك الاساسيه اللي درستيها في ايام الجامعه، جت ازاي دخولك لمجال الاخراج؟ شوفي، انا درست ادب انجليزي في جامعه اسكندريه، والحقيقه ان انا كنت شغوفه جدا بالمجال وماشيه فيه، وبعد كده حصلت على منحه فولبرايت وسافرت لنيويورك لدراسه ماجستير في الادب الانجليزي والمقارنه في جامعه كولومبيا هناك. وبعد ما رجعت انا حسيت ان في نقطه تحول في حياتي، وحسيت ان انا عندي اهتمام اكتر بان انا ابدع اكتر من ان انا انقد. شغل الادب او شغل النقد الادبي هامي جدا، وانا شايفه ان هو عنصر هام ويمكن ينقصنا كتير من النقاد الدارسين في مصر، لكن حسيت ان جوايا طاقه دايما بتقول لي انا عايزه انا اللي ابقى احكي الحكايه، انا اللي بعبر، جوايا افكار واحاسيس عايزه اوصلها، مش قادره اكتفي بس بان انا امسك عمل ادبي او عمل فني وانقده. فبدات رحله الحقيقه فتره في النص كده انتقاليه، ان انا طب عايزه اطلع الطاقه الابداعيه دي ولكن في اي مجال. فالحقيقه ان انا وانا صغيره كنت درست جزء من حياتي باليه وانا طفله، ودرست كمان، وفي الفتره اللي انا رجعت فيها مصر ابتديت اهتم جدا بالتصوير الفوتوغرافي. وكمان لان انا محبه للسفر جدا، فبالنسبه لي كان لوهله تخيلت ان ممكن يبقى ده الشغف، ان انا اسافر واصور فوتوغرافيا. وبالفعل سافرت يعني وشاركت في بعض المعارض على مستوى هاوي. وفي الفتره دي برضو علمت نفسي بنفسي رسم، ابتديت ارسم اكريليك وزيت، لغايه ما الحقيقه يعني حضرت ورشه اخراج سينمائي في جزويه الاسكندريه مع المخرجة أمر رمسيس، اللي هي مخرجة هامة جدا، مخرجة أفلام وثائقية. وكانت فكرة الورشة هي تمكين مزيد من صناعات الأفلام النساء. وحتى هي الورشة عبارة عن إنها زي الدورات بتلف كل محافظات مصر، وبتلف برضو دول ناطقة باللغة الأسبانية، وبتبقى كل دورة فيه تيمة، يعني مثلا التيمة دي بتاعت الدورة الحرية، الهوية، الحب، أيا كان. وفي كل محافظة 14 بنت عمرهم وقفوا ورا كاميرا في حياتهم لأول مرة بيعملوا فيلم مدته دقيقة واحدة وبينفذوه خلال 4 أيام. فده كان أول مرة في حياتي أمارس النوع ده من الإبداع، وحسيت إن هو ده لسبب إن الإخراج هو مظلة أقدر من خلالها أمارس كل الحاجات اللي أنا بحبها واللي مارستها أو درستها في حياتي. لو هنتكلم عن الحكي فهو له علاقة بالأدب ودراستي، لو هنتكلم عن التكوين والكادرات والتصوير والألوان والإضاءة فهو له علاقة بالرسم والفوتوغرافيا اللي أنا في وقت كبير كنت شغوفة بيهم جدا، الموسيقى، الرقص، التمثيل، لأن أنا برضو درست شوية ورش تمثيل. فحسيت بصراحة إن هو يعني مجال أقدر من خلاله أمارس كل اللي بحبه من غير ما يجي حد يقول لي لا يعني اعملي ده أو ده أو ده. أنا مخرجة، فالمخرج لازم يكون عنده إلمام بكل العناصر. إن شاء الله الشقة تعجبك.
أنا أول مرة أجرها أو أدخل فيها حد غريب. أنا وافقت أجرها لك بالسعر البسيط ده في مقابل الشرط اللي اتفقنا عليه. الشقة كلها بتاعتك ما عدا الأوضة دي. حتى تكتمل الصورة كان فيلم التخرج زي ما بيقولوا بالنسبة لك؟ أيوة. كان في شروط معينة للجامعة علشان فيلم التخرج، يعني مدة محددة، مواضيع بعينها، كان في شروط معينة ولا أنت لا. يعني خرجتي إبداعك؟ لا الحقيقة هو يعني الأساتذة عندنا ما كانوش بيملوا علينا اي شروط، هو الفكره بس ان احنا لازم نكتب سيناريو ويتوافق عليه طبعا من لجنه الاساتذه، وونس ان هم ادوا الموافقه خلاص احنا لنا حريه التنفيذ بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا بيشاركونا بالمشوره وبالنصح، ولكن يعني كان ابط كل طالب ان هو يطلع بالمشروع بتاعه زي ما هو عايز. والانتاج ذاتي طبعا ليكي للفيلم، يمكن انت المخرجه وصاحبه القصه، لكن في السيناريو شاركتي مع احمد انور. سر ان انت استعنتي بصديق زي ما بيقولوا لكتابه السيناريو اكتمال السيناريو، كنت حاسه ايه؟ عايزه يعني حد تاني، ولا انت كنت مش ناويه تبقي في كاتبه السيناريو وبعد كده شاركتي فيه؟ لا هو في البدايه زي ما قلت لحضرتك انا كنت شغاله في اكتر من فكره لمشروع التخرج، وبتحكمنا ظروف كتيره الحقيقه، يعني بتحكمنا ظروف، يعني في الاساس انا شغفي الاول الاخراج، لكن في مشروع مثلا تخرج وبالذات لو فيلم انا عايزاه يكون انطلاقتي في مثلا اقدم بيه نفسي في مهرجانات او في حاجه، يعني بحاول بس اقدم الرسالة اللي موجودة عندي، فبيبقى على عاتقك جانب إنتاجي، بيبقى على عاتقك إنك تكتبي، الحقيقة بتلعبي كل الأدوار، بيعتقك حتى إن يعني كنت بقف بساعد في الديكور، بعمل بروفات الممثلين، طبعا في عمل احترافي بيكون كل الدور من دول لحد، يعني ما فيش مش شرط إن المخرج يقوم بكل ده. فوصلت المرحلة الحقيقة إن أنا كانت عندي القصة، بس أنا يعني من كتر ما استهلكت أفكاره بقالي مثلا 8 شهور بكتب وبعدل، ويعني وصلت مرحلة يعني عندي رايتر بلوك زي ما بيقول. فكان مهم جدا ان انا استعين بحد انا واثقة فيه ككاتب، وعارفة ان هو موهوب في الكتابة السينمائية، ويعني احمد انور كان زميلي وكان مخرج معايا. ساعات استغرب لان انت كاتبة القصة والمخرجة امرأة والاتنين بطلات من الفتيات، فاحس ان هو اقرب حاجه للذهن صديق استعين بكاتب اخر، بس ممكن استعين بكاتبه هي يمكن تعرف تعبر عن اسلوب البنات اكتر، رغم ان احنا عارفين ان يمكن الفن والسينما ملهاش علاقه شويه بالنوع، بس ده دايما الاقرب للذهن. ليه ما استعنتيش بحد امراه مش رجل على اساس الموضوع؟ شوفي اولا انا يعني مشاركه في القصه وفي التكوين وفي مرحله كتابه المشاهد، فانا موجوده، يعني انا عندي وجهه النظر كامراه، وعندي وجهه النظر في البطلات، وعندي وجهه النظر الاساسيه لان انا اللي طالعه بالقصه. بس الاهم بصراحه في المجال، او انا بالنسبه لي انا شخصيا، انا طبعا مهتمه جدا بصناعه الافلام، وشايفه ان هم حتى هذه اللحظه مش بس عندنا في مصر، حتى في هوليوود النسبه قليله جدا جدا بالنسبه لعدد المبدعات الفعلي، مازال في كتير من الضغوط وكتير من الرفض، ان مثلا سيده تعمل في الاخراج او في بالذات مثلا في التصوير السينمائي بيعتبروا انها مهن شاقه بدنيا، كساعات عمل ما لهاش استقرار. انا شايفه وجهه نظري انا الشخصيه كمي، ان في النهايه في شخص موهوب، في شخص مش موهوب، في شخص ملتزم، في شخص مش ملتزم، في شخص اعرف اثق فيه واعتمد عليه ان هو هينجز العمل بشكل لائق، وفي شخص عارفه ان هو هيعمله يعني بشكل يعني تاديه واجب. يعني احمد انور كان بالنسبه لك ثقه، هل اضاف للقصه طبعاً بعد تاني؟ طبعا طبعا، يعني هي دي اللي بنقول عليها زي ورشة كو رايتنج، يعني احنا كنا بنكتب مع بعض، فطبعا انا كنت في دماغي تصور لمشاهد وتسلسل، وهو ابتدى يفكر معايا، وابتدى برضو واحنا بنكتب المشهد ممكن انا بقول حاجة فهو يضيف حاجة، لو انا اقتنعت بقول له تعالى نضيف دي، لو ما اقتنعتش بقول له لا خلينا زي ما احنا. فطبعا اضاف كتير جدا، لان احنا واحنا بنكتب الدرافت الاخيرة كنا بنفكر سوا، هي دي فكرة ان اتنين يكتبوا مع بعض، ودي الفكرة اللي موجودة على فكرة يعني حاليا في السوق العالمي، ان بيبقى عادة الكتابة ممكن تلاقي اتنين، ممكن تلاقي تلاتة، ممكن تلاقي اب تو خمسة طبعا مشاركين، لكن زي ما بقول لحضرتك الاهم هو الاختيار، يعني اختيار الشخص اللي معاكي ان يكون في نوع من التوافق الفكري
بحيث ان احنا نعرف نتناقش، وحتى لو اختلفنا فنعرف نوصل لحل، يعني في النهايه يعني هدفنا مصلحه الفيلم، مصلحه العمل. اختيار بقى الممثلات، البنتين هم الاساس معانا تماما، ومشاعرهم ونظراتهم، وخصوصا ان هم يعني هم الفكره كلها مبنيه عليهم، سواء بقى انك تحسي ان في عجز جسدي او عجز نفسي، انك مش قادره تعبري عن نفسك بالرسم، ويمكن كل واحده كانت فيها الجزء ده، وبنكتشفه في الاواخر مش في الاول، بنبقى في الاول مش فاهمين شويه المشكله فين. اختيارك ليهم هل هم بقى من زملاء ولا ممكن يكونوا محترفات في هذا النوع من الافلام الروائي القصير؟ شوفي، دينا ممدوح اللي قامت بدور رؤية كانت زميلتي في ورشة تمثيل مع مروة جبريل، ويعني خلال الورشة كانت ورشة مكثفة وطويلة جدا لمدة شهرين، عملنا تمرينات كتير وعملنا يعني تدريبات تمثيل. فأنا يعني لما دخلت أدرس التمثيل أنا شخصيا بحبه، بس أنا برضو مهتمة بيه كمخرجة، إن أنا لما أجي أوجه الممثلين اللي معايا أوجههم إزاي، عشان انا يمكن خدت التجربه بشكل يعني هاوي جدا في افلام زملاء او كده كممثله، فده ساعدني شويه ان انا لما اجي اتعامل واختار ابقى عارفه كل ممثله اتعامل معاها ازاي كممثله مش كمخرجه، مش مجرد بس بديها اوردر انا عايزاكي تعملي كذا، لا انا بقعد اتناقش معاها في الشخصيه، في الملابس، في الاكسسوار، هتحطي ميك اب هنا ايه، هنا نظرتك هتبقى ايه، هنا حالتك النفسيه هتبقى ايه، لانها فاهمه ازاي هي بتبني كممثله. فدينا كانت معايا في ورشه. ليلى رزق اللي هي لعبت دور البنت المراهقه ملك كانت معايا في ورشه تمثيل اخرى في البرنامج بتاع الدكتور علي بدرخان اللي هو كاليبر، وكان المدرب استاذ هاني طاهر، هو مدرب تمثيل مهم جدا. والحقيقه انا لما اخترت البنتين دول اخترتهم لسبب اساسي، ان هم عندهم صدق واصاله تخليهم يادوا هذا النوع من الدور. يعني الدور لو حضرتك ملاحظه ثلاث ارباع الفيلم البنتين بيمروا بأزمات، كل واحدة في حياتها بشكل مختلف زي ما قلتي، ما احنا مش بنعرف في الأول عشان ببني نوع من الساسبنس. فهما الاثنين ما فيش عندهم مجال كفتيات يعني ان هما مثلا يعتمدوا على لبس او اكسسوار او ميك اب او اي حاجه، بالعكس ده هو كان مطلوب منهم باليتة الوان معينه. يعني انتوا في الاول اللي هتلبسوا الوان نودز او غوامق، مش هتحطوا ميك اب خالص، الشعر هيبقى مبهدل الحاجه، لان انا بعكس بنت في حاله اكتئاب، وكلنا لما بنمر بالحالات دي ما بقاش اصلا عندنا طاقه ان احنا يعني نعمل اي حاجه من دول. فكنت عايزه بنات يكون عندهم صدق في وشهم وهو زي ما بنقول يعني مجرد من اي مكياج او اضاءه قويه او 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 بالعكس. يعني انا كنت عايزه بنات عندها صدق في الاحساس، وفي نفس الوقت تكون ملامحهم بريئه شويه، بحيث ان البنتين يعني يثيروا تعاطف المشاهد. انا اسفه، ما كنتش اعرف انك لسه نايمه، كنت محتاجه ادخل اجيب حاجه من الاوضه بعد اذنك.
اتفضلي. رسم كل ده يمكن كان من ضمن القصة ان في فنان وهو سليم فريد، وهو اللي بيجمع بين البنتين حبه، واحدة انه بتحبه لانه جدها، والتانية بتحبه لانه الحقيقة ساهم في ان هو يطلعها من اكتئاب ومن يعني من حياة كانت هو يعني زي ما تقولي. بالنسبة للملك طبعا هو جدها، وازمتها في ان هي عايزة تكمل الارث الفني بتاعه وما عندهاش الخبرة. هي بنت مراهقة ممكن تكون ورثت الشغف بالرسم منه، لأن زي ما بيتضح هو رباها في سن صغير يعني لأن والديها انفصلوا، لكن ينقصها التكنيك والخبرة والأدوات. بالنسبة لرؤية هو ما كانش في حياتها بشكل شخصي، لكن زي ما تقولي هو يعني رول موديل، هو قدوة. زي مثلا ما أقول لحضرتك أنا بحب المخرج فلان وفلان وفلان، شرط أكون أنا قابلتهم بشكل شخصي طبعا أو أعرفهم بشكل شخصي، لكن هم أثروا فيا فنيا. ويعني بتقولي إن هو في وقت من الأوقات شافها في معرض وقال لها لازم تكملي أو حاجة كده، لكن ما تعرفوش معرفة شخصية يعني قوي. لكن اللي جمعهم الاثنين حب الرسم، واحدة عندها نقص الخبرة والأدوات، واحدة عندها نقص جسدي، فالاثنين بيبتدوا يكملوا بعض. يعني هي رؤية بترسم بإيديها الشمال بس، بعد الحادثة بنلاحظ ان هي حاولت ترسم بإيديها الشمال في سكتشات كده، محاولات في الأول بنشوفها كل مدى بتقل في المستوى وفي الجودة ومنقاش فاهمين، لغاية ما بنلاقي ورقة بيضة. فهي بتحكي بعد كده قدام في الحوار بينهم ان هي حاولت تقوي ايديها شمال بس ما عرفتش. فمن هنا جت الفكره يعني ان ايد رؤيه اليمين وايد ملك الشمال، هي عندها الخبره، البنت عندها الرساله اللي عايزه توصلها بتاعت جدها بتاع اخر سكتش. ومن هنا جاء اسم الفيلم، حتى كان الصوره على فكره الاسم اقتراح احمد انور تماما. انا فعلا اسم لاحقا ما كانش سابق فيه يعني، لا كان اقتراحه يعني بعد ما خلصنا الدرافت. اختلفتوا عليه كتير ولا لا؟ بالعكس، لا بالعكس، قلت له انا تمام، انا مقتنعه جدا يعني، حسيت ان هو فعلا وصل لاسمي يعني بيعبر عن الحاله وعن المضمون بتاع الفيلم. فيلم الرواية قصير دايما طبعا انتاج ذاتي لصاحب الفيلم ومخرج العمل، بنتكلم في ايام تصوير قليله تقريبا. انت خدتي ايام تصوير قد ايه؟ يوم واحد؟ انا صورت مشاهد القاهره في يعني حوالي 19 ساعه يعني متواصل، يعني اللي هم لو احنا قسمناهم على اوردر طبيعي هيبقوا يومين، بس احنا عملناهم يوم ونص تقريبا متواصل، ومشاهد اسكندريه كانت في يوم تاني. الموسيقى، هل المقطوعه دي، هل دي حاجه انت اشتريتيها مثلا من على من النت، ولا تم تاليفها مخصوص للفيلم؟ ايوه، الموسيقى التصويريه اوريجينال سكور للمؤلف رفيق
جمال، والحقيقه ان يعني هو عمل شغل رائع جدا، وفي كل يعني في كل مكان كنت بروح كان دايما بيعلقوا على ان الموسيقى جميله جدا ومتناسبه للابس اند داونز اللي موجوده في الحالات النفسيه اللي بتمر بيها البطلتين، وفي الشيفت اللي بيحصل في الفيلم في اخر ربع. والحقيقه كانت عامل مساعد لان يمكن الحوار مش كتير، المزيكا كان بتعوض كتير من الحوار يعني. مظبوط مظبوط، انا الفيلم ده فعلا كان قايم من البدايه على ان انا مش معتمد على حوار كتير، لان انا عندي بطلتين في البدايه هم اغراب، وعلاقتهم مجرد ان مستاجره وواحده يعني بنت السيده اللي بتاجر لها، ف يعني مفيش بينهم مساحه كلام. دي نمره واحد. نمره اتنين، هم الاثنين بيمروا بازمات داخليه، فعاده الشخص في الحاله دي بيبقى عندوش طاقه يتكلم او يعني يحكي مع اغراب، يعني صحيح. مش لسه هبني رابور مع شخص ما اعرفوش، يمكن لو شخص اعرفه يعني يبقى عنده خلفيه، فما كانش ينفع يكون في حوار كتير. بلس ان انا كنت متعمده تبقى الحاله هي البطل، الحاله النفسيه، الحركه، الميزانسان بتاع كل بطله، حركه الكاميرا هي اللي بتحكي بتوصل الاحاسيس. وطبعا في الاول وفي الاخر السينما لغه بصريه، يعني المخرج بيحاول يوصل تصور بصري لكل مشهد سواء ب او بدون الحوار، يعني الحوار هو احد الادوات لكن ما ينفعش يكون هو الاداه الوحيده لتوصيل الرساله او المعنى اللي انا عايزه اوصله في كل مشهد. واعتقد انه يعني نجحت بالرغم ان هو مفيش حوار كتير فعلا، ان التسلسل بتاع الفيلم يمشي والناس تجمع في الاخر ايه مشكله كل بطله وايه اللي جمعهم. ده اكيد. وكمان بيبقى في مرحله المونتاج، المونتاج والمونتير اللي هيكون معاكي، سواء انت بقى هتقدري تعملي المونتاج بنفسك او بتحتاجي المونتير متخصص ومحترف ولا من الزملاء الهواة او الدارسين. قولي لي المرحله دي خدت منك قد ايه، وهل استغنيتي عن مشاهد كتيره كانت مصوره بالفعل عشان يبقى الفيلم ايقاعه منضبط اكتر مثلا بناء على مشوره بقى المونتير؟ شوفي، مرحله البوست برودكشن اللي هي طبعا المونتاج والتلوين والميكساج وتصحيح الالوان، استعنت بعلي العشري، هو قام بالثلاث ادوار دول. وعاده برضو في انتاج احترافي ممكن يكون كل دور من دول لشخص، ولكن بصراحه طبعا علي كان شاطر جدا بيجيد الثلاثه. هو يعني هو ما كانش زميلي في الجامعه الفرنسيه، هو خريج كاليبر مع استاذ علي بدرخان، واتعرفت عليه برضو من خلال صديق مشترك، وبرضو يعني من حسن الحظ ان احنا اتفقنا، وكان برضو بيننا توافق في اثناء مراحل المونتاج، لان طبعا المونتاج زي سيناريو كده يعني بيبقى كذا درافت وكذا مرحله وكذا فيرجن، شلنا كتير كل مره كنا بنقعد بنشيل تنتوف من هنا تنتوف من هنا نزود هنا نعمل هنا لغايه ما وصلنا للايقاع اللي احنا شايفينه مناسب للفيلم. واتفقت معاه الحقيقه من الاول، هو مدير التصوير، على الكاست الالوان اللي انا عايزاه يترمي على الصوره، وكنت يعني بشرح لهم او يعني احنا متفقين ان دراميا الفيلم في البدايه في نوع من السيبيا كاست في الالوان، في يعني اللي هو زي الصور القديمه شويه، والشبابيك مقفولة لو تلاحظي الإضاءة اللي موجودة كلها إضاءة صناعية وإضاءة خافتة، لأن البنت طول الوقت مقفلة الشبابيك، هي مش حابة قوي إنها ما بتخرجش خالص، هي في حالة عزلة. والبنت التانية برضو تدخل الأوضة اللي هي المرسم وبتقفل على نفسها. ليه؟ لأن إحنا في آخر ربع بيحصل تغيير في باليتة الألوان، سواء على مستوى الكالر جريدنج اللي هو قام بيه علي، أو التصوير والإضاءة اللي قام بيه كارولوس طلعت على فكرة اللي هو مدير التصوير قام بدور رائع، هنتكلم عنه برضو. وكمان اتفقت مع البنات ان انتوا لبسكم نفسه هيبتدي يتغير، لبسكم هيبقى فيه ألوان أكتر، تصريحات شعركم هتتغير، ابتدينا ندخل بالتدريج إضاءة أكتر لغاية ما في آخر مشهد بيفتحوا الشباك بيدخلوا إضاءة طبيعية، إضاءة ربنا. دي كانت رسالة إن في الآخر هم يبتدوا ينفتحوا على الحياة، يبتدوا يرجعوا يمارسوا حياتهم بعد الأزمة. جدي كان كل حاجة في حياتي، هو اللي رباني من ساعة لما بابا وماما انفصلوا وأنا عندي 5 سنين. دي كانت آخر سكتش اللوحة كان بيرسمها قبل ما يموت، حاولت أكملها من بعده بس فشلت، مش قادرة أفهم كان في إيه في دماغه وهو بيرسمها. كل ما بمسك الريشة وأحاول ببقى مش عارفة أبتدي منين. ملك، اقعدي.
انا عندي فكرة. التصوير زي ما انت كنت بتقولي كده كان ليه مجهود يحترم، وخصوصا ان احنا عارفين ان في الافلام الروائيه القصيره الانتاج الذاتي زيرو بادجت، مدير التصوير بيطلب منه الصراحه انه يتصرف يطلع صوره حلوه في ظروف انتاجيه بسيطه جدا. كانت ايه اللي اتعرق المدير التصويري اول مره تشتغلوا مع بعض ولا اشتغلتي معاه قبل كده؟ لا اول مره. خليني بس اكمل لك في البوست برودكشن مع علي العشري، ان هو قام بالمونتاج وتصحيح الالوان وبتصحيح الصوت والمكساج، وهو يعني علي كمان مخرج في الاساس وبيصور، يعني هو الحقيقه بيقوم بكذا حاجه. فحتى انا في البدايه خالص كنت بفكر ان هو يصور وبفكر ان هو يساعد اخراج، وبعدين في الاخر اتفقنا ان هو هيمسك البوست برودكشن بعد ما نخلص. فبرضه بيفرق، ارجع واقول لك بيفرق لما يكون بتتكلم مع مخرج بيعمل الدور الثاني، يعني زي ما مثلا قلت لك مع احمد انور، هو بيكتب سيناريو شاطر جدا بس هو برضه مخرج، فاحنا قاعدين بنفكر في المشهد ككتاب بس برضه في الاساس كمخرجين. مع علي نفس الكلام، هو قد كده كان فاهم الفكره وعارف يوصلها وعارف الريتم اللي انا عايزه ابني بيه، لان هو في الاساس برضه مخرج، فده ساعد جدا في مرحله البوست برودكشن. كيرولوس طلعت مدير التصوير كان اول مره برضه اتعامل معاه، والحقيقه اتفاجئت بيه، لان انا اخذت فتره طويله جدا جدا في البحث عن مديرين التصوير. يعني انا قعدت يمكن 3 4 شهور بس بكلم مديرين التصوير واتفرج على شغلهم وبشوف حد مناسب للروح اللي انا عايزه اخلقها، للصوره اللي انا عايزه اعملها، لغايه ما شفت الشغل بتاع كيرولوس، والحقيقه عجبني جدا واتفقت معاه. وبرده هو يشكر لان كانت ظروف مضغوطه، لانه مشروع تخرج واحنا ملتزمين بديدلاين، ومن ناحيه تانية لانه انتاج ذاتي، وهو الحقيقه سواء هو او علي او معظم القائمين على الفيلم خدوا اجور رمزيه طبعا، مش الاجور اللي هي بتاعتهم في السوق، لان متفاهمين ان ده فيلم مستقل ومشروع تخرج، وهو لان كل واحد منهم مر بالتجربه دي، هو نفسه هو طالب. ودايما في الافلام المستقله بتلاقي مدير التصوير يعني يقول لك انا اخفض من اجري علشان ناخد الفلوس نجيب بيها اكويبمنت، نجيب بيها معدات اضاءه ومعدات تصوير. نطلع شيء احمد انور ما خدش فلوس خالص مثلا، لان احنا اصدقاء. مساعدين الاخراج اللي كانوا معايا كانوا زملائي في الجامعه، عبير يحيى، مريم فتوح، كان في برده ساره جديد وحسام محمد، ما خدوش فلوس. فهي الافلام المستقله بتبقى كده قايمه على التكاتف، ان كل واحد بيحاول يساعد باللي يقدر عليه. ويعني بالمقابل انا مثلا في افلام الزملاء ممكن اعمل نفس الدور. انا ملك بنت مدام ايمان صاحبه الشقه. اهلا وسهلا. كنت محتاجه ادخل اجيب حاجه من الاوضه المقفوله. اتفضلي. عملتي برضو اللي في دماغك يا رؤية؟ قلت لك يا ماما ان انا محتاجه ده. محتاجه ايه؟ محتاجه انك تبعدي عننا وتقعدي لوحدك فتره. فترة ماما هتعدي. مش هتعدي إلا لو سبتي اسكندرية ورحتي تعيشي لوحدك في مصر. ليه يا رؤية بتعملي فينا كده؟ ليه تخلينا قلقانين عليكي كل شوية؟ الفيلم ده الحقيقه فكره انه جيد مش انا اللي هقول عليه، لان الحقيقه هو اثبت نفسه بجداره في مهرجانات كتير، ويمكن حظه انه في 2019 قدر يبقى موجود في عدد كبير من المهرجانات، وقبل حتى الاغلاق الحالي كان في تواجد بقى للجوائز، وقدرت مخرجه العمل انها تبقى موجوده مع فيلمها. كلميني على رحلته في المهرجانات، بدات ما يعني قدمتي في كل شيء بعد تقديمه كمشروع بقى للتخرج، وقدرتي انك تبقي موجوده
يعني عدد كبير من المهرجانات، تتكلمي فوق 30 مهرجان تقريبا مشاركه. الفيلم يعني حتى الان شارك رسميا في حوالي 45 مهرجان، اعتقد في 30 دوله من العالم كله. والحقيقه انها كانت يعني مفاجاه، يعني انا كانت اول مره اشارك في مهرجانات. اي حاجه من الافلام اللي عملتها قبل كده ما فكرتش الحقيقه اشارك بيها، لان كنت حاسه انها لسه مش بالمستوى الكافي ان انا اقدم اسمي بيها. انا لسه بتدرب، لسه بتعلم. لكن في مشروع التخرج، فحتى تكمل الصوره، انا كنت حاطه كل طاقتي في كل العناصر، ان انا يعني عايزه اعمل حاجه بدماغي شبهي في كل حاجه. فبدأت يعني بمهرجانات الطلبة، بمهرجانات المسابقات الهواة، وبعد كده ابتديت أقدم في حاجات تانية. والحمد لله رب العالمين، يعني أنا حاسة إن ربنا أكرمني جدا جدا في الفيلم ده. يعني زي ما قلت لحضرتك، هو يمكن خد فترة طويلة قوي في التفكير وفي التحضير، بالنسبة لفيلم 12 دقيقة، لكن حاسة إن ربنا كافئنا كلنا في الآخر. يعني ده حتى الممثلة حصلت على جائزة في أمريكا، وكانت حظها كويس، كانت موجودة هناك. يعني كنت بقول لك قبل الإغلاق في الكورونا، حظ الفيلم كويس إنه كان بيسافر، وقدرته أي من أطراف العمل يعني يكون موجود مع الفيلم. أعز جائزة على قلبك كانت إيه؟ بصي، هو الفيلم أول حاجة خدها كانت جائزة تصوير سينمائي في العراق في مهرجان عيون، وعن جدارة، لأن كيرولوس كان فعلا عامل شغل وكادرات جميلة جدا، كل الناس اتكلمت عنها. بعد كده الجائزة اللي خدها بعد كده جائزة الإنجاز المتميز في فئة الأفلام الروائية القصيرة في مهرجان السينما الأفريقية في سان خوسيه في كاليفورنيا. ووقتها أنا ما كنتش موجودة، لكن بالصدفة البحتة دينا كانت مسافرة عندها قرايب هناك، يعني حتى مش مرتبينها خالص، شيء عائلي يعني. أيوة بس جت أيوة مع المهرجان، وشافت ان احنا بنعلن ان احنا داخلين مهرجان، فقالت اروح احضر وما نعرفش حاجة يعني. وبعدين اتفاجئنا ان الفيلم خد جايزة، وهي كمان ادوها شهادة تقدير على دورها. والجايزة دي انا بحبها قوي، جايزة الانجاز المتميز اللي هي بتاعت كاليفورنيا دي، لان هم كانوا لطاف قوي ان هم حفروا اسم كل مخرج على الجايزة واسم الفيلم واسم مصر، فمكتوب على الجائزة Painting the Real اللي هو اسم الفيلم الترجمة الإنجليش يعني، وإيجيبت ما يمرعش. فأنا بالنسبة لي يعني معتزة قوي بالجائزة دي، لأنها ذكرى لأول فيلم عملته ومكتوب عليه اسم. بعد كده أنا سافرت شخصيا كازابلانكا في المغرب في ديسمبر 2019. تم دعوتي رسميا من إدارة المهرجان، مهرجان الفيلم العربي القصير في الدار البيضاء. والحقيقه يعني اتقابلت بحفاوه وكرم شديدين، وعندهم احترام شديد للفن المصري وتقدير. والفيلم برضو اتفاجئت مفاجاه حلوه جدا ان هو خد الجائزه الكبرى. في فيلم خد المركز الثاني كان من سلطنه عمان، وفي فيلم خد المركز الثالث من المغرب. والحقيقه نتيجه عوده لمصر، لان كانت حسب ما قالوا لي اول دوره خاص مهرجان كان يكسب فيلم مصري، وبعدها بكام سنه كان الفيلم بتاعي. وكانت برضو يعني لحظة جميلة جدا، لأن أنا كانت أول مرة بقى أنا استلم الجائزة يعني في العراق. أنا ما كنتش موجودة، كان في مخرج بالصدفة صديق وعراقي موجود فاستلمها نيابة عني. بس دي استلمتي بقى جائزة فيلمك؟ دي استلمت، كانت أول مرة بقى أنا عايزة استلم أنا مرة الجائزة. فكانت لحظة الحمد لله جميلة جدا. بعدها في يناير برضو تم دعوتي في مهرجان في ليون في فرنسا، اللي هو فيستيفال كور بوان سيكور، كان عامل السنه دي امسيه على شرف السينما الافريقيه. هم كل دوره بيكرموا ثقافه مختلفه، في سنه كانوا مهتمين بالثقافه اللاتينيه، في سنه بالاوروبيه. في 2019 او في 2020 اكشلي، لان انا سافرت في يناير 2020 قبل كورونا على طول، كانوا مهتمين بالسينما الافريقيه، وكانوا مهتمين ان هم يقوموا بدعوه مخرجين من الشمال ومن الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، وانا كنت بمثل الشمال في مصر. وعملنا الحقيقه راوند تيبل مع ناقد فرنسي مهم جدا، وكلمنا في تاريخ السينما الافريقيه، واتكلم معايا في تاريخ السينما المصريه. ويعني اكتر ناس وصلوا لهم يوسف شاهين طبعا، لان هو كان له تعاون مع الانتاج الفرنسي في افلامه، واسماء ابو بكر، وابتدى يكلمني برضو في فيلمي. وكان معايا مخرجين من رواندا ومن الكاميرون ومن اعتقد بوركينا فاسو، فهم كانوا يعني شايفين احنا كده بنجمع الاربع اكتر. سعيدة جدا بالمشاركة في المهرجان ده برضو. وشاركتي في الأقصر كمان للأفلام القصيرة؟ أنا شاركت في الأقصر مرتين. حصل على جايزة ولا بس كان مشارك حتى تكتب؟ هقول لك، 2019 شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مسابقة الطلبة،
والفيلم ما حصلش على حاجة. وبعدين في 2020 اتفاجئت ان في مهرجان هم سمينه المنتدى الافريقي لجامعه الاقصر. الجامعه دي لسه حديثه وعامله مهرجان الحقيقه جزء منه خاص مهتم بالسينما، جزء خاص بالرسم وبالنحت لان القائمين عليها اساتذه فنون جميله. واتفاجئت ان هو بعتوا لي انت خدتي الجائزه الاولى وتعالي عايزينك تحضري، ويعني كنت سعيده جدا برضو بالجائزه دي لان هو خد مركز اول. والحقيقه برضو لجنه التحكيم كان فيها استاذ سعيد الشيمي اللي هو يعني درس لي جزء في الجامعه، وقال لي وقتها قال لي على فكره هم صوتوا 5 اصوات. قلت لهم انا مش هدي صوتي لان شهادتي مجروحه ما ينفعش. فجاء قال لي عشان تبقي فاهمه يعني الفيلم كسب بجداره، شهره مجامله كسب بجداره. قلت لهم انتوا صوتوا انا ما اقدرش احكم في الفيلم ده. قلت لهم انا يعني قال لي انا اصلا ما اديتش راي لان انا عارفه من الاول. لأ الحقيقة فيلم جميل حتى تكتمل الصورة لمخرجته مي المرعشلي، والحقيقة تجربة مهمة وتستحق المشاهدة. وبالفعل الحقيقة قدرت إن هي يبقى عندها حصول على جوائز في مهرجانات مختلفة، ونتمنى إنها كمان تستمر. يمكن رحلة الفيلم القصير بتقعد شوية. تجربة مهمة. النهاردة كان معانا مخرجتها مي المرعشلي، بشكر وجودك وبتمنى لك كل توفيق في كل المجالات الفنية بقى اللي تختاريها، لكن الحقيقة اللي أنا شفته كمخرجة شيء مبشر. شكرا لوجودك معايا. شكرا يا رب، ميرسي. سيري. احنا بعد الفاصل هنستمر مع حتى تكتمل الصورة، لكن هيبقى معانا الناقد السينمائي دكتور ياقوت الديب. خليكم معانا بعد الفاصل. حتى تكتمل الصورة هو فيلم مدته 13 دقيقة، وهو من الأفلام الروائية القصيرة إخراج مي المرعشلي، سيناريو وحوار أحمد أنور مي المرعشلي. وتدور أحداث الفيلم حول تجربة رسامة شابة تتعرض لحادث يجعلها غير قادرة على تحريك يدها اليمنى التي ترسم بها، فتتعقد حياتها مما يدفعها إلى الانتقال من مسقط رأسها الإسكندرية إلى القاهرة في محاولة منها للهروب من ذلك الواقع المؤلم. لكن القدر يجمعها بفتاة أخرى تعيش ظروف مقاربة لظروفها، وفي نفس الوقت هي حفيدة الفنان الوحيد الذي شجعها وساعدها في بدايتها الأولى، فتقرر أن تتعاون معها لتكمل كلتاهما ما ينقص لدى الأخرى، وبذلك تكتمل الصورة. الفيلم بيدعم حالة إنسانية مفادها أن التعاون والترابط سمة إنسانية تمكننا من إتمام أمور كثيرة قد لا تتم بدون تعاون مع بعضنا البعض. عشان نشوف الصورة كاملة زي ما بيقول اسم فيلمنا النهاردة حتى تكتمل الصورة، بنحتاج النقد الموضوعي، وده بيكون من خلال المتخصصين. اسمحوا لي أرحب بالناقد الفني والسينمائي دكتور ياقوت الديب. سعداء بوجودك معنا يا دكتور. شكرا فندم، مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور. حتى تكتمل الصورة فيلمنا النهاردة في حوالي 12 دقيقة لمخرجته وصاحبة القصة ومشاركة في كتابة السيناريو مي المرعشلي، قادمة من الإسكندرية بشغف شديد لكل المجالات الفنية الحقيقة. يعني من خلال حتى رؤيتنا للفيلم نشوف ان شغفها حتى بالرسم والإبداع والموسيقى. في البداية شفت الفيلم ازاي بأول مشاهدة؟ كانت ايه تعليق الأساسي على فيلم حتى تكتمل الصورة؟
يعني هو بداية هو الفيلم الحقيقة يعني يجنح تحت كده ما يسمى بالرومانسية السينمائية. فيلم بيتصور في جو هادي جدا، الموضوع بتاعه موضوع فني أصلا، يعني فن داخل الفن يعني، ودي بتبقى مسائل صعبة، ما هي السهلة الحقيقة إن أنا أتناول فن من خلال فن آخر يعني، وهو بالتحديد فن الرسم. يمكن هي كانت معنية بمسألتين، مسألة الجانب الإنساني ومسألة الفن نفسه، ولما اللي يتركوا صاحبه، وكل الفنانين أعتقد يعني بيتركوا بعض اللوحات الغير كاملة، ده حتى بيخلينا نفكر إن إحنا يعني حتى الفنانين دول ممكن البحث عن الصور الغير الكاملة في حياة الفنانين التشكيليين أو حتى الممثلين يعني بتوع النحت يعني، وبالتالي ممكن نكمل هذا العمل بالشكل اللي شفناه في الفيلم. يعني هو بيوحي بفكرة إن العمل ممكن يكمل، صحيح مش من وجهة نظر صاحبه، لكن لو دخلت عليه وجهات نظر أخرى ربما فعلا العمل يعني يبقى ياخد شكل مقبول يعني، المهم العمل يكتمل يعني. فهي دعوة لاكتمال الأعمال، خاصة الأعمال بشكل عام يعني، العمل عمل يكمله، لو ما كملوش المفروض اللي يجي بعده يكمل، وهكذا المسيرة حياة. فبيدي نوع من أنواع ضرورة الاستمرارية في الحياة، وإن احنا ناخدها يعني بشكل ما هوش تشاؤمي، لا لازم اللي راح راح، لكن احنا لازم نكمل ما بعده، ونكمل في حدود إمكانياتنا وفي حدود موهبتنا وفي حدود يعني ما نقدر إن احنا نطلعه يعني. وبالتالي يعني الحتة الجميلة أو المنطقة الجميلة أو في الفيلم عملية مشروع إكمال هذا العمل الفني الكبير اللي ما كملش من صاحبه يعني. أنا سمعت صوت خبط فجيت أطمن عليكي. أنت كويسة؟ كويسة. لو حد فيها حاجة مميزة، الألوان حية وبتنطق، أنت اللي عاملة الشغل ده؟ جدو كل ده حدي بتاعته. هو جدك مين؟ سليم فريد. ياه، أستاذ سليم فريد يبقى جدك؟ ده هو أول حد حببني في الرسم. أنت بترسمي؟ كنت. يمكن ده يندرج تحت نمط سينما المخرج، لان يمكن صاحبة القصة هي المخرجة، هي كمان المشاركة في السيناريو. شايف السيناريو يمكن ده اللي ادخلت عليه عنصر جديد، وهو مشارك معاها في السيناريو احمد انور. شفت ازاي سيناريو الفيلم؟ ان كلماته قليلة جدا جدا، هو طبعا يعني هو ما قل ودل يعني، هو طبعا يعني هي اعتمدت على فكرة الصورة في الفيلم. الفيلم السينمائي هو صورة 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 يعني، الحوار ده بيبقى شيء مكمل، شيء بيربط ممكن الأحداث، اللقطات، المشاهد، الكلام ده كله، لكن ما بيبقاش هو الأساس، بيبقى يعني بشكل تفسيري بيفسر معنى معين، بيفسر موقف معين، لكن اعتمادها الحقيقة كان على الصورة، ولذلك الحوار مقتطب جدا جدا كما يسمى في المبدأ المسرحي اللي هو الحوار، مبدأ الحوار القاسي يعني، الحوار في ما قل ودل. نقول عليه كده كلمة ونص يعني، كلمة هي بترد عليها وهي كترد عليها بكلمة في المقابل، وكلمة مناسبة جدا يعني. طبعا المفردات حتى الحوار شيء جدا يعني متناغمة جدا جدا مع اللون بتاع الفيلم اللي هو محتاج الهدوء. فيلم أولا هادي جدا، فيلم رومانسي يعني أجنح تحت الرومانسية السينمائية يعني، لأن فعلا الجو ده محتاج أولا الحوار الهادي، الحوار العائل، الكلمة اللي تخرج بمعناها ولا زيادة ولا نقصان يعني. ما تقدريش لا تزودي كلمة في الحوار في أي جملة كانت يعني، أو تشيلي جملة. المطلوب بالضبط في الحوار فعلا تعمل بمنتهى الشياكة ومنتهى الهدوء ومنتهى المعنى الجميل يعني. حتى طبعا مفردات الحوار معناها جميل فيما يتناسب مع الجو العام بتاع الفيلم، هذا الجو الرومانسي الجميل اللي فيه لوحات فنية، في المشاهد العاطفية اللي بين البنتين اللي جمعتهم. والحقيقة يعني كان اختيار رائع جدا في السيناريو ان هو يخلي الفيلم قاصر على حوار هاتين الفتاتين.
لانه ما نخشش معانا عناصر مختلف. احنا كان في عنصر محتاج. صاحبه الشقه ده ما شفناهاش. لا مش محتاج، هي بس مجرد سمعناها كتسجيل ان انا اجرت لك الشقه وحافظه عليها واول مره اجرها، بس حافظي على الاتفاق اللي احنا عملناه. كانش محتاج اننا نشوفها تمثيليا. لا لا مش محتاجه اشوفها ايه يعني، هو عشان طبعا هي يمكن مش عاوزه تسيب البنت واحنا قاعدين نتاملها ونتامل وضعها والعاهه اللي كانت عندها وتاملها حتى للشقه او من بدايه قدومها للقاهره وشوارع القاهره من التاكسي وكده، فما كانش في داعي طبعا انها تظهر صاحبه البيت. هي بس عرفنا من خلاصه كلامها ان بس الغرفه دي، معلش لو سمحتي، هو ده الشرط انك انت مالكيش دعوه بالغرفه دي، الغرفه المغلقه. طبعا الغرفه المغلقه كانت هي اساس موضوع الفيلم. ان هي داخل هذه الغرفه بقى لوحات الفنان المفترض يعني. ونجحت المخرجه زي ما حضرتك بتقول، يمكن الغرفه المغلقه كانت محور الفيلم والسسبنس اللي احنا مش فاهمينه في كم في الدقائق الاولى، ليه الاوضه مغلقه وايه سبب عوده البنت للاوضه المغلقه. نجحت تعمل فكره السسبنس ان في ذروه الاحداث، بعد كده بقى نبدا نفهم. انا شخصيا ما كنتش شايفه يعقد كمان البطله بوضوح الا لما حكت وشفت بقى، حسيت ساعتها المخرجه عملت سبوت على ان عندها ايد فعلا ما بتتحرك بشكل كبير. نجحت في فكرة تصاعد الأحداث ده والوصول للفكرة؟ لا أكيد طبعا نجحت. لا هو حضرتك طبعا الإعاقة بانت من أول ما البنت كانت في التاكسي. لأن حضرتك لو لاحظت أولا إن هي طبعا قاعدة في التاكسي إيديها إيه؟ اليمين اللي هي جنب الشباك، لما حبت تفتح الشباك عملت كده. فطب أنت ما تشغليش بإيدي جديدة. شيء تاني لما نزل من التاكسي السواق هو اللي جاب لها الشنطه من الشنطه بتاعتها من الشنطه. فالتلميحات دي لما الواحد يركز معاها فكانت بدايات. هي بدات تسحب الشنطه بايديها الشمال، ولما جت تفتح بالشمال برضه انا قلت دي يعني شغله بقى يعني شغل المواهب بقى بتاع الاشول وكده، لكن لا فده لا كان من بدايات خالص ان هي حطاها في هذا الجو. فتاه تقريبا لأول مرة تيجي القاهرة من نظراتها وتأملاتها في العمارات والشوارع والناس والكلام ده، إذا هي غريبة عن المكان. الشيء الثاني عندها إن هي لا عندها إعاقة ما. فده كله تمهيد لرسم الشخصية، وده كان شيء ذكي جدا جدا. يعني مخرجة قعدت تلمح لنا كتير علشان تظهر الإعاقة بشكل واضح من غير كلها تلميحات، ما جاتش صراحة غير بس لما حكت لما البنتين التقوا بقى. ولما جت بقى ومامتها وقعدت تحكي في الباك جراوند، يعني تحكي انك انت يا بنتي سبتينا وراح بلد تانية، طب ليه، طب ما كده الكلام ده كله. فالام برضو دخلت في رسم الجو اللي هي كانت عايشه فيه في اسكندريه. بنت مدلله، بنت فنانه، بنت كذا. فتقديم الشخصيه بهذا الشكل اعتقد شيء بيبقى عالي قوي في السينما قوي بدون كلام، وكل ده تم بدون حوار. لما دخلت بقى في الجو بقى اللي هي اختارته لنفسها، حياه جديده في القاهره ومعزوله وكده، طبعا ما نعيدش ان هي طبعا الغرفه المغلقه خلاص خليها مغلقه، هي نفسها عاوزه يعني تعمل غلق على حياتها. فده الحقيقه كان مناسب جدا ان هي المساله لا في غرفه مغلقه، طب الشقه تبقى معزوله. فالجو ده كله رسم شخصيه على كل الابعاد، سواء الجسمانيه او الابعاد النفسيه او الباك جراوند بتاع هذه الشخصيه. فطبعا ده شيء من الذكاء عند المخرجه في خلال لقطات محدده ان ترسم لك شخصيه بشكل كامل. البنت نفسها برضو اللي هي كان جدها سليم فريد دوت، كانت بدايه ان هي شافتها من على بعد، والبنت واقفه تقريبا عند الغرفه اللي هي هتبقى مقفوله ديت، ومجرد ما رحبتش بيها ولا حاجه، هي مجرد قالت لها انا يعني فلانه صاحبه البيت والكلام ده كله. غادرت المكان. لحظه التقاء بقى الاثنين، هي دي كانت اللحظه بقى البدايه الحقيقيه لاحداث الفيلم، واللي باين الجهد الكبير بتاعه في الموضوع. يعني ان هي طبعا بسلاسه بسيطه ابسط ما يكون
البنت دخلت غرفة جديدة، وإحنا الأول مرة بنشوف يعني إيه الغرفة ديت. لما فتحتها بقى ولقينا بقى لوحات ولقينا آلات موسيقية، جو فنان يعني يعني أتيلي، هو طبعا شكل الأتيلي بتاع جدها سليم فريد يعني. فالبنت لما دخلت طبعا متأثرة بالجو، جدها هو اللي رباها من 5 سنين بعد ما حصل ديفورس بين الأم والأب وكده يعني. فالبنت حياتها جدها ولوحاته وأعماله والكلام يعني، بتجد ضلتها فيه إن هي تخش الغرفة وتقفل على نفسها فيها. أنت كنت تعرفي جده كويس؟ طبعا، سليم فريد من أول الناس اللي شجعتني إني أعمل أول معرض ليا في اسكندرية، وكمان من الناس القليلة جدا اللي وقفت جنبي بعد الحادثة. حادثة إيه؟ حادثة عربية، جات لي إصابة شلت أعصاب إيدي اليمين، قعدت 6 شهور أعمل علاج طبيعي بس مفيش فايدة. حاولت إني أرسم بإيدي الشمال برضو مفيش فايدة. الحقيقة أنا ما بعرفش أعمل حاجة في حياتي غير الرسم. لما حياتي وقفت هناك قررت بقى أسيب كل حاجة وأجي أعيش هنا لوحدي. رؤية، ممكن تيجي معايا؟ الكادرات بعد الالتقاء ده اتغيرت لما بدأوا يتعاونوا بقى وكل واحدة تكمل التانية، ويبقى عندنا زي كده مختاروا اسم للفيلم حتى تكتمل الصورة. الكادرات في المرحلة اللي بعدها شفت ألوانها ازاي؟ شفت خرجت وعندنا حاجات بتبص من الشباك وفتحت لل يعني الستائر المغلقة بقى. ما هي طبعا هي بدأت يعني الجو ده تقريبا هي اللي كانت مفتقداه يعني. هي كانت تخيلت ان هي تيجي القاهرة وتعزل نفسها وتعيش حياة تانية وكده ومعزولة وكده، لكن هي يعني وقعت في 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 مكان لا يعني زي ما بتقولي أجج عليها الرغبة بتاعتها في الفن والكده. وحتى جابوا بعض اللقطات ان هي بدأت تشوف معارض فنية وتخرج تفتح الشباك وكده. فبعد كده الحقيقة المحرك الأساسي بقى بتاع الفيلم اكتمال هذا العمل لما حكت لها البنت بقى ملك. طبعا من ناحية الأسماء لا الاسم كانت موفقة فيه تمام، ملك بنت الصغيرة دي. فهنا التقارب بدأ من خلال رغبة مشتركة أو اتجاه مشترك أو مزاج مشترك. إن هي بعد ما حكيت لها على جدها وقالت لها لا ده جدك سليم فريد ده هو اللي شجعني إن أنا أعمل معرضي الأول في السويس اسكندرية وساعدني و والكلام ده كله، فبدأ يحصل تقارب وتعاطف هم الاثنين مع شخصية الجد يعني. فلما يعني استأنست ليها ملك يعني فقالت لها لا ده الطابلون الأخير أو السكتش الأخير اللي جدي كان بيعمله بس مش عارفة يعني عاوزة أكمله، بس طبعا مش عارفة أكمله لأن أنا معرفش هو ساعة ما كان بيعمله بيفكر في إيه. ده موضوع طبعا يعني يعني الفنان بقى وإبداعه بقى وعالمه الخاص استحالة حد يقدر يقول هو كان بيفكر فيها يكمل إزاي. صحيح، لكنه اكتمل وشفنا هي اللي أوحد بقى يعني. هي فوقي اللي أوحد لملك إن أنا طبعا عندي فكرة. أنت بتحب جدك أو بتحب رؤية اللي حتى بإعاقتها إن هي بترسم بإيدها بتحاول ترسم بإيديها الشمال دلوقتي بعد إعاقة اليمين، وهي وملك بإن هي عندها بقى رغبة إنها ترسم بس صح، مش مكتملة الفكرة، ونشوف الإرادة. شفت الموسيقى إزاي يا دكتور؟ والله العمل الحقيقة متكامل جدا جدا. التصوير عجبني قوي 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 بصراحة. التصوير يعني هايل لفت نظرك جدا جدا، لان الحقيقة من اصعب ما يكون انك تصوري الجو الرومانسي ده، وخاصة لما تقترب من اللوحات الفنية. طبعا الاثنين الحقيقة عدوا عملوا دور عالي جدا يعني. حتى البنت الصغيرة ملك دي كانت عندها اداء عالي جدا جدا، ورد فعلها حتى على بعض الجمل اللي كانت بتقولها لا كان هايل قوي قوي. فالحقيقه بحيي طبعا المخرجه نمره واحد، المخرجه المؤلفه اللي هي يعني معظم الافلام اللي عملتها حسب معاها وطاقم العمل الحقيقه عاملين مجهود لا كله يحترم. الحقيقه في المونتاج في التصوير في الصوت في الاضاءه في الحركه
رغم ان طبعا حركه داخل الشقه بتبقى صعبه او داخل الاوضه، لكن هي لكنها ادت المطلوب. انا بشكر وجود الناقد الفني دكتور ياقوت الديب، شكرا لوجودك معانا يا دكتور، ولنقده الحقيقه بمنتهى الموضوعيه لافلام روائيه قصيره. بنتمنى الحقيقه من خلال نجاح مخرجينها اننا نشوفهم في اعمال اكبر، وان المنتجين التجاريين يستفيدوا من خبراتهم ومواهبهم. انا بشكر حضراتكم لمتابعه حلقتنا النهارده من خلال فيلم حتى تكتمل الصوره لمخرجته مي إرما العشلي. بتمنى ان الحلقه تكون عجبت حضراتكم. بشكركم للمتابعه، كنت معكم ربابة الشريف.